لما مفتي ديارنا قال الليلة آخر شعبان، هل هلال الشهر وبكرة نصوم أول رمضان؟ قلت أكلم كل حبيبي أهني وبارك وأنا فرحان. بدأت بأمي، طلبت رقمها وأنا قلقان. ليكن حد سبقني وهنى، أصل رضاها طريق الجنة. طول ما بتدعي الخير بيجيني، وبتحلو حياتي وسنيني، وفي أحضنها تملي بلائي دفى وأمان. التليفون بيرن ويفصل، ولا بترد ولا بتكنسل، مرة وعشرة ما شيء اتغير، رايح جاي في البيت متوتر. قلت أكلم حد استفسر، بدأت بأخويا حبيبي الأكبر، عيط قال لي كفاية مش هقدر، قفل الخط وقلقي بيكبر. قلت في بمي يا ربي واستر، ده انا من غيرها اكيد خسران. لسه هكلم اخويا التاني، زوجتي قالت لي استنى ثواني، ما تزودش الهم عليا. من كام يوم كانت الثانوية للأم المليانة حنية، فرقتنا من كام سنة وأكتر، ومن يومها حالك متغير، تيجي على بالك بتكلمها وتكتب شعر وتغنيلها، وكل مناسبة بترنيلها ومستنيها، مستنيها ترد عليك. ارحم بقى قلبك وعينيك، خليك فاكر انها ماتت، رحلت من الدنيا دي وفاتت، ذكرى جميلة بعد رحلها، ومش في ايدينا غير ندعي لها. أمنا ماتت، ماتت ازاي وليلاتي بتجيني وسط منامي بتغطيني، وتحط الكف على جبيني وبترقيني دايما وتكبر، وربي ما هقدر اعيش بعديها، ده انا ما بشوفش غير بعينيها، ونهر البركة كان في ايديها، واللمة تحلو وتملي لكل العيلة من حواليها. أمنا ماتت، بعد الأم الحال اتغير، الفرحة رحلت عن دارنا، والآه سكنة في أغوارنا، والشهد بقى طعمه ممرر. الطف بينا يا رب واستر.